المطالب يعني من باب يعني التأكيد عليها هي يعني نطالب الحكومة بالعدول عن مشروع إلغاء التقاعد النسبي ولا التقاعد دون شرط 60 سنة، لأنه احنا بالنسبة لنا هذا قرار مشحف، يعني هي يمس بحق من حقوق العمال المكتسبة منذ سنوات التسعينات، وشايفين أن القانون في حد ذاته كذلك لن يغير في واقع الأمر شيء، لأنه ما عنده حتى إسقاطات إيجابية مباشرة ولا غير مباشرة على صندوق المعاشات. وشايف التحضير لمشروع قانون العمل الجديد، لأنه مشروع قانون العمل كما سبق وصرحت به الحكومة وأكد عليه الوزير العمل السيد وزير العمل، تقدم لكل الدوائر الوزارية يعني للإثراء والنقاش، تقدم للنقابة واحدة وواحدة وهي الاتحاد العام للمجزائريين، وتقدم للباترونا بمختلف يعني الهياكل ولا الهيئات التي تمثلهم إلا للنقابات المستقلة. لحد الآن ما زلنا نطالب بأن تسلم لنا نسخة رسميا من مشروع قانون العمل. نقولوا باللي راح يكون في احتجاج، الاحتجاج دوري راح يبدأ بيومين، يوم 17 و18 أكتوبر الجاي، راح يكون متبوع بيومين آخرين يوم 24 و25، راح يكون فيه كذلك اجتماع تقييمي في نهاية هذا المساء الاحتجاجي باش نشوفوا مدار رد فعل السلطات العمومية ونقرر يعني مستقبل الحركة الاحتجاجية.